عساكم من عواده. عساكم من عواده كل عام وانتم بخير. ما شاء الله عليكم. قمة عندما تسمع هذه اللغة في هذا العمر. أنا أعتقد أن هذا هو اللي نحن نبغي نزرعه في عيالنا. ويطري على بالي هلي مع صحبتك. ليت العيد أنستي. يلا كلنا غنينا. يلا قول. لا. زهبين خلهم كلهم يزهبون. السؤال الرابع ما شاء الله. ما دام ان النظر مسموح اشوفك كل عيدكم مبارك. لذلك اشكركم على انكم يعني جبتوا فكره مثل هاي.